بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قلتم أحسن الله إليكم، بيّن سبحانه ما من به على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من النصر على المشركين يوم بدر، فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي أذلة في العدد والعدد، ولكن الله نصرهم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي اتقوا الله لكي تشكروه على هذه النعمة العظيمة، فمن اتقى الله فقد شكره. لأن أصل التقوى توحيد الله، وإخلاص الدين له، والقيام بحقه ومثل أمره. من وحد الله فقد شكر، ومن لم يتق الله فإنه لم يشكر. تقوى الله تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وقاية، تجعل بينك وبين العاصي وقاية تقيك. فمن وحد الله وأطاع فقد شكر، ومن عصى الله ولم يوحده لم يشكر. نعم. طلبتم أحسن عليكم الدرس الماضي من قال بأن في قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، أنها في سورة الأحزاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه غزوة أحد، وفيها نزلت هذه الآية كلها. وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الخندق. وعن الحسن أيضا: يوم بدر. والجمهور على أنها غزوة أحد، يدل عليه قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهذا إنما كان يوم أحد. نعم، الصواب يعني على هذا في ثلاث أقوال، يعني قيل غزوة الأحزاب، وقيل غزوة بدر، وغزوة أحسن الله عليكم. في تفسير بدر في الآية التي بعدها، هذا واضح. نعم، في التفسير أحسن الله عليكم قلتم فيها غزوة أحد على الصحيح، وأما القول بأنها غزوة الأحزاب فقول ضعيف. ما ذكرتم القول بأنها غزوة بدر؟ نعم، كان هو اسم مشهور في سبع عزوة إلى من غزوة بدر. قال: من غزوة بدر؟ من القائل؟ هذا الجوزي أيضا أحسن الله إليكم قال: أحدها أنه يوم أحد، قاله عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس والزهري وقتادة والسدي والربيع وابن إسحاق، وذلك أنه خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحد فجعل يصف أصحابه القتال. والثاني أنه يوم الأحزاب، قاله الحسن ومجاهد ومقاتل. والثالث يوم بدر، نقل عن الحسن أيضا. قال ابن جرير: والأول أصح، لقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وقد اتفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. طيب. نعم. نعم. جمهور. قال وسائر المفسرين هو يوم أحد. قال إيش إيش. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله: قال الحسن هو يوم بدر، وقال مقاتل يوم الأحزاب، وقال سائر المفسرين هو يوم أحد، لأن ما بعده إلى قريب من آخر السورة في حرب أحد. طيب، إذا الله قول ثالث. وقيل إيش؟ وقيل غزوة بدر. والصواب الأول. ويمكن لغة هذا مختصر الآن، يمكن يختار القول الأول، ثلاثة أقوال هناك تفسير مطول، لكن ما في معنى مضاف. قيل غزوة بدر، والصواب الأول. غزوة بدر بعد الآية مباشرة: لقد نصره الله ببدر. نعم. أحسن الله عليكم.
ثم قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. منزلين ولا منزلين؟ الأولى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. منزلين فتح الزاية. نعم نعم، أحسن الله عليكم. اختلف المفسرون في هذه الآيات على قولين: قيل إنها في غزوة بدر لأن غزوة بدر هي التي قاتلت فيها الملائكة، وقيل إنها في غزوة أحد، وأن هذا الوعد بالإمداد إنما هو مشروط بالصبر والتقوى، كما قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا وهم فروا ولم يصبروا. فلذلك فلذلك لم يمدهم الله، وهذا هو الأقرب. فتكون هذه الآيات في غزوة أحد، وتكون الآيات في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، في غزوة بدر. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا بشرى وطمأنينة لقلوب المؤمنين، وإلا فالنصر من عند الله، والله قادر على نصر المؤمنين بغير قتال الملائكة معهم، لكنه جعل هذا بشارة لهم وطمأنينة لقلوبهم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وقدره. نعم، سبحانه هذا كلام الحافظ عليه الآية وباوي عليه: اتقوا المؤمنين أن يمدكم. هل هو نعم هذا وعد على القول بأنه في غزوة أحد، يمكن هذا وعد من الله، لكنهم لم يثبوا، إن صبروا ولكنهم لم يصبروا. أحسن الله إليكم. البغوي يقول قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، قال: اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، هذا في سورة الأنفال، فاستجاب لكم. نعم. ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000 كما ذكرها هنا، ب3000 ملائكة منزلين. إيش اختلفوا؟ قال: اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000 كما ذكرها هنا، أو كما ذكرها هنا. نعم، بعد القول الثاني بس هذا اللي ذكره. نعم، الحافظ أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال: هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. إيش؟ عن إيش؟ عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين. قال: فبلغت كرزا الهزيمة،
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. قال فبلغت كرزا، قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. قال من؟ الربيع بن أنس. طيب، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي 3000 فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر 5000. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر 5000. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد 5000 لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة ولا 3000 لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. طيب بس نعم. قرطبي أطال القرطبي في تفسير الآية. بسم الله عليكم. الشيخ العثمين ذكر القولين ورجح القول الثاني هو أنها في غزوة أحد. قال الشيخ محمد أحسن الله إليك العثمين رحمه الله ذكر القولين، القول الأول ذكر ابن كثير أنه في بدر، القول الثاني أن هذه الآية قال رحمه الله أن هذه الآية في أحد وليست في بدر. نقل عن ابن كثير؟ ما نص عن أنه ابن كثير. قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يمدهم؟ نعم، صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. ثم تكلم أحسن عليكم عن الملائكة. ثم قال والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر لأن الذي كان في بدر كان الأمر فيه غير مشروط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وفي هذه مشروط ولم يحصل الشرط، أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهو التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم، وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد بذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا، وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين. قرطبي السماء أقل أقوال. نعم، ذكر بعض ما ذكره الحافظ ابن كثير. بالأقوال. نعم. شو الأقوال؟ كم ذكر القولين؟ قال قتادة كان هذا يوم بدر أمدهم الله بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. ثم قال وقال الحسن فهؤلاء 5000 ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة. وقيل إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا محارم. وقيل إيش؟ وقيل إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها
فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب، فأمدهم حين حاصروا قريظة. وقيل إنما كان هذا يوم أحد، وعدهم الله المدد إن صبروا، فما صبروا فلم يمدهم بملك واحد، ولو أمدوا لما هزموا. قاله عكرمة والضحاك. فإن قيل فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قيل له: لعل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصه بملكين يقاتلان عنه، ولا يكون هذا إمدادا للصحابة، والله أعلم. ثم ذكر المسألة الثانية: نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق، فيعلق القلب بالله، فليعلق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل، لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رد على من قال إن الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء لا للأقوياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا الأقوياء، وغيرهم هم الضعفاء، وهذا واضح. قال: ومد في الشر، ومد في الشر، وأمد في الخير، وقد تقدم في البقرة. أي بس. وقرأ أبو حيوة: منزلين بكسر الزاي مخففة. القاسمي ابن الجوزي ذكر الأقوال. القاسمي الجوزي أحسن الله إليكم ذكر الأقوال، قال أحدهما، قال فيه، قال إيش؟ قال أحسن الله إليكم: وفي أو في قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، قال الشعبي: قال كرز بن جابر لمشركي مكة: إني أمدكم بقومي، فشد ذلك على المسلمين، فنزلت هذه الآية. وفي أي يوم كان ذلك فيه قولان: أحدهما يوم بدر قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة، والثاني يوم أحد وعدهم فيه بالمدد إن صبروا، فلما لم يصبروا لم يمدوا، روي عن عكرمة والضحاك ومقاتل، والأول أصح. إنه في بدر. نعم أحسن. طيب بس قاسم. قاسم أحسن الله إليكم له كلام طويل في قوله تعالى: وقد نصركم الله ببدر. لا بس الأقوال ما مالك احتاج مراجعة. الشهد الرحمن السادي شنقيطي. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000، وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. هذا من أول. هذا أحسن الله إليكم. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000، وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه وعدهم 1000 أولا، ثم صارت 3000، ثم صارت 5 كما في هذه الآية مثل ما ذكر البغوي. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على 1000، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع: بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وأما على من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد، والمذكور في الأنفال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله، إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى، في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، الآية. ولما لم يصبروا ويتقوا
لم يأتهم المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. بس نعم السادس. أحسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم 3 شروط: الصبر والتقوى وإتيان المشركين من فورهم هذا. فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بس ماذا كان في بدر؟ في أول كلام: أي من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر، ويأتوكم من فورهم هذا، أي من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية رحمه الله: لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه ذكر بأمر بدر الذي كان ثمرة التوكل على الله والثقة به. فمن قال من المفسرين إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ألن يكفيكم كان في غزوة بدر، فيجيء التذكير بأمر بدر وبأمر الملائكة وقتال فيه مع المؤمنين. هذا أول ما قرأت. أحسن الله إليكم. لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه ذكر بأمر بدر الذي كان ثمرة التوكل على الله والثقة به. فمن قال من المفسرين إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ألن يكفيكم كان في غزوة بدر، فيجيء التذكير بأمر بدر وبأمر الملائكة وقتالهم فيه مع المؤمنين، محرضا على الجد والتوكل على الله. ومن قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألن يكفيكم الآية إنما كان في غزوة أحد، كان قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله تشكرون اعتراضا بين الكلام جميلا. والنصر ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش. بس نعم. ها ايش طب اللي اختار القول الثاني؟ ما في احد. صلى الله عليكم. قال ابو جعفر الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، اذ تقول للمؤمنين بك من اصحابك الي يكفيكم ان يمدكم ربكم 3000 ملائكه منزلين وذلك يوم بدر. ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر حربهم في أي يوم وعدوا ذلك. فقال بعضهم إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بملائكته إن أتاهم العدو من فورهم فلم يأتوهم ولم يمدوا. ثم ذكر من قال ذلك. ثم صلى الله عليكم. وقال آخرون: كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فصبر المؤمنون واتقوا الله فأمدهم بملائكة على ما وعدهم. ثم ذكر من قال ذلك. ثم صلى الله عليكم. اختياره نعم. وقال آخرون: إن الله عز وجل إنما وعدهم يوم بدر أن يمدهم إن صبروا عند طاعته وجهاد أعدائه واتقوه باجتناب محارمه، أن يمدهم في حروبهم كلها، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريظة. نعم. وقال آخرون بنحو هذا المعنى، غير أنهم لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم يمدوا بشيء في أحد. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة، فوعدهم الله 3000 من الملائكة مددا لهم، ثم وعدهم بعد 3000 5000 إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا 3000 ولا 5000 ولا على أنهم لم يمدوا بهم،
وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك، ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به ولا خبر به عن ذلك، فنسلم لأحد ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله، غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة، وذلك قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا بين منهما في أنهم أمدوا، نعم، فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين، أحسن الله إليكم، فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهم، فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. هذا قوله خلاصة ما قال. لكن الحافظ أشار لأنه اختار هذا. فانش فيش إيش عندك؟ الشيخ بن باز أحسن الله إليكم اختار أنه يوم أحد. في تعليق على تفسير ابن كثير. في تعليق على تفسير ابن كثير. عندك النص؟ نعم أحسن الله إليكم. هو مفرغ هذا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله اختلف الأئمة في هذا المعنى، وجهه أنه سبحانه قال وإذ غدوت من أهلك، ثم قال بعدها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولهذا اختلف العلماء في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم بلى إن تصبروا إلى آخرها، هل هذان المددان لأحد أو لأحد أو لبدر؟ والأقرب أنه لأحد، لأن السياق في أحد وذكر بدر عارض، والسياق في أحد غدوهم كان لأحد. والسياق في أحد. والسياق في أحد غدوهم كان لأحد. غدوهم. غدوهم كان لأحد. لذكر نصر الله لهم في بدر، يبين سبحانه أنه هو الناصر لأوليائه وعنده النصر سبحانه وتعالى، كما فعل يوم بدر مع قلتهم وذلتهم وكثرة عدوهم وقوته، نصرهم وأيدهم بألف من الملائكة مردفين. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا، فهذا قاله لهم والله أعلم، لأن السياق يقتضيه، هذا يوم أحد فلم يصبروا وحصل ما حصل من الخلل بالموقف فلم يمدوا بالخمسة، وأما الثلاثة فالأقرب والله أعلم أنهم أمدوا بالثلاثة وانهزم المشركون، ولهذا طمع الرماة أن يكون الأمر قد انتهى، طمعوا بحيازة الغنيمة وتركوا الموقف لأنهم اعتقدوا أن المشركين انتهوا وانهزموا، فليس هناك حاجة إلى أن يبقوا في الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، فلما حصل ما حصل لم يمدوا بالخمسة بسبب عدم الصبر وعدم التقوى في موقفهم، فجرت الهزيمة، لم يحصل الشرط فلم يحصل الإمداد بالخمسة. أما الثلاثة فظاهر الواقع أنهم مدوا بالثلاثة، فإنهم كانوا 700 أي بعد انهزام عبد الله بن أبي وجماعته، والكفار كانوا 3000، فأمد الله المسلمين 3000 مع كونهم 700، فانهزم المشركون وولوا الأدبار وسقطت رايتهم وتبعهم المسلمون، وانصرف الرماة إلى جمع الغنيمة، فدخل العدو من جهة محل الرماة والتبس أمر الناس وانكشفوا بسبب هذا الأمر، ثم قال بعدها وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، يعني ذكر الإمداد بشرى من الله جل وعلا، وهو سبحانه قادر على أن ينصرهم من دون أي مدد، إذا أراد نصرهم نصرهم بعددهم فقط وبأقل منه، فالنصر بيده جل وعلا وما النصر إلا من عند الله. طيب.
صلى الله عليه. على كل حال الخلاف هنا قوي في المسألة، يعني إما أن يقال أنها في غزوة أحد وقال في غزوة بدر، ولقد والله لو أنها في غزوة بدر ثم قال اختار الحافظ ابن كثير خلافا لما اختارها ابن جرير رحمه الله. الأظهر أن الآيتين الأولى وإذ غدوت من أهلك تبوؤون، هذا في أحد، ولقد نصركم الله بدر إلى آخره في هذه في غزوة بدر، هذا هو الأقرب والله أعلم. شو من عدل أن أقرأ التفسير؟ نعم أحسن الله إليك. نعم. من هذا؟ التعليق إيش؟ على إيش؟ مختصر. في المصباح. نعم. ما ذكر هنا؟ لا هنا ذكر العكس. تفسير المطول. نعم نعم. أحسن الله إليكم. اختلف المفسرون في هذه الآيات على قولين، قيل إنها غزوة بدر لأن غزوة بدر هي التي قاتلت فيها الملائكة، وقيل إنها في غزوة أحد، وأن هذا الوعد بالإمداد إنما هو مشروط بالصبر والتقوى، كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وهم فروا ولم يصبروا فلذلك لم يمدهم الله، وهذا هو الأقرب. نعم. فتكون هذه الآيات في غزوة أحد. نعم هذا الأقرب والصواب والأرجح أنها في غزوة بدر، لأن سياق الآيات مثل ما ذكر في المصباح المبين، لأن إيش المرجح هو والقول الأول أنها في غزوة بدر، يعني سياق الآيات، يعني سياق الآيات عندي. لأن الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر ثم الآيات كلها في سياق غزوة بدر. نعم، لأن الآيات كلها في سياق غزوة بدر، وهذا هو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله. الشاطر الشيخ عبد الرحمن السعدي جمع. نعم. عاشور بن عطية قالوا إنه اختيار الجمهور. ها؟ عاشور بن عطية قالوا إنه اختيار الجمهور. القول الأول. نعم أحسن الله إليكم. نص على الجمهور. نعم نص على ذلك. إيش كان؟ أحسن الله إليكم. قال ابن عطية. أحسن عليكم الله هذا شو. طيب أدرس. والأرجح أنها إيش في غزوة بدر. والأرجح هو القول الأول أنها في غزوة بدر لأن الآيات كلها في سياق غزوة بدر. نعم. أحسن عليكم. بعدها ولأن الملائكة إنما قاتلت في غزوة بدر. واضح في هذا الآيات في غزوة. نعم. إذ تستغيثون. أليس اسم الإشارة يرجع لأقرب مشار إليه؟ وهو بدر. بلى. هذه في يعني في سورة الأنفال ما به إشكال في بدر. الإشكال في الآية هنا في آل عمران. يعني في غزوة بدر ما في يعني في آية الأنفال هذا ما في خلاف إنها في غزوة بدر. نعم هنا يقول إذ تقول أيضا. تقول المؤمنين عليكم تختلف هذا إذا استغيثون وهذا يستلقون فرق بين الآيتين. أقرب مشار إليه وهو بدر يعني الآية قبلها في بدر. في فرق بين إذ تقول وبين إذ تستغيثون. في غزوة بدر في آية الأنفال ما في خلاف أنها في غزوة بدر، الخلاف في آل عمران. نعم. قال ابن عطية رحمه الله وقوله تعالى إذ تقول العامل في إذ فعل مضمر، ويحتمل أن يكون العامل نصركم وهذا على قول الجمهور إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان ببدر. نصر ما أدري نسبة الجمهور لأن الخلاف قوي الآن. الحافظ الكثير وذنوب البغوي والشيخ محمد الثمين و جماعكم يرونها في الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يكون يرونها في غزوة أحد في قول جمهور. ما العاشور نقل عن جمهور
يعني في قول الجمهور في نظر، لكن الخلاف قوي. كل من القولين له أو كل من القولين له وجاهته، كل من القول له وجاهته، قولان كله. لكن الأقرب والله منها في غزوة بدر كما اختار الحافظ ابن كثير، أما قوله اختارها أيضا ابن جرير رحمه الله وجمع المفسرين. نعم، والأرجح والأرجح هو القول الأول أنها في غزوة بدر، لأن الآيات كلها في سياق غزوة بدر، ولأن الملائكة إنما قاتلت في غزوة بدر. نعم، نحسن عليكم. عندنا بعدها جملة ويكون الإمداد يعني مثل ما ذكر، أمدوا أولا بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة كما سبق. ويكون الإمداد يعني بالترتيب أو بالتدريج، أمدوا أولا بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف. أحسن الله إليكم. وهذا هو الأقرب، هذه حذفناها، لكن بعدها فتكون هذه الآيات في غزوة أحد، وتكون الآيات في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني. لا، فتكون هذه الآيات في غزوة بدر كما بسط الله الآيات في غزوة بدر في سورة الأنفال. تكون هذه الآيات في غزوة بدر كما ذكر الله مبسوطة في سورة الأنفال نعم. أحسن الله إليكم. جمع الشيخ الشنقيطي توفيقه طيب على الآيات، يعني وافق فيها. كانوا يميل إلى في غزوة الأحد في دفع الاضطراب. نعم. أيضا أبو حيان رحمه الله قال أبو حيان رحمه الله قال إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ملائكة منزلين، بلى، ظاهر هذه الآية اتصالها بما قبلها وأنها من قصة بدر، وهو قول الجمهور. وحيان. نعم. أيضا ابن عاشور، لكن نعم. يعني ابن عطية وحيان عزه الجمهور. كذلك ابن عاشور قال لأن الوعد بنصره الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد، هذا قول جمهور المفسرين. ناسك قول جمهور. الشيخ المفسرين ابن جرير هذا اختار أنها في غزوة أحد وجمع. على كل هو لا شك أنه قول قوي، القول بأنها في غزوة أحد. كل ما قول له وجاهته وله دليله، قولان مشهوران. نعم، أحسن الله إليكم. واختار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا كذلك. نعم. ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن. سم قرأناها. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا. ما جعله الله إلا بشرى لكم. قرأناها. أعيد قراءتها. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا بشرى وطمأنينة لقلوب المؤمنين، وإلا فالنصر من عند الله، والله قادر على نصر المؤمنين بغير قتال الملائكة معهم، لكنه جعل هذا بشارة لهم وطمأنينة لقلوبهم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وقدره سبحانه. ثم قال الله تعالى
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قلتم أحسن الله إليكم، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات الحكمة من القتال، فذكر حكما أربعا. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، بيّن الله تعالى بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الحكمة من القتال، فذكر حكما أربعا. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي ليهلك قسما منهم، أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم فينقلبوا خائبين. ثم قال في الآية التالية أو يتوب عليهم، أي يبقيهم ويتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه حكم أربع، أن يهلك طائفة من الكفار، أو يذلهم ويخزيهم، أو يبقيهم فيتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء معترضة، والتقدير هو ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة، وقد بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الأمر بيده سبحانه. وجملة ليس لك من الذين كفروا وكبتهم فينقلبوا خائبين. أحسن الله إليك. ليس لك من الأمر شيء معترضة، والتقدير هو ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة، وقد بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الأمر بيده سبحانه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا كريما ليس له من الأمر شيء، فهو ليس إلها يعبد مع الله، لكنه نبي كريم يبلغ عن الله شرعه ودينه. وأما فيطاع ويتبع، لكنه نبي كريم فيطاع ويتبع، يبلغ عن الله شرعه ودينه فيطاع ويتبع. أحسن الله إليك. بعد ما آخر ما قلنا، لكنه نبي كريم يبلغ عن الله شرعه ودينه فيطاع ويتبع. وأما الأمر فكله بيد الله، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده بما يشاء وفق حكمته وعلمه جل وعلا. ثم قال الله تعالى يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، هذه معترضة، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ولله ما في وهذه الآية الأخيرة نزلت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، كان يدعو عليهم في صلاة الفجر القنوت بعدما يقول سمع الله من الله ولعن فلان وفلان وفلان، والصحابة يؤمنون أنزل الله ليس لك من شيء، أو يتوب عليهم ليس لك من شيء. ممكن نشوف الحديث حديثا أظن في البخاري ما كان يدعو على بعض صليد قريش، بعض كفار قريش، والصحابة يؤمنون بعدما يقول سمع الله لمن حمده. شوف الحديث في البخاري أنزل الله هذه، أنزل الله هذه ليس لك من أمر شيء ولا يتوب عليهم. الجملة المعترضة هذه، هذه الجملة المعترضة أنزلها الله تعالى لما كذا، شوف على لفظ الحديث. يستفاد من ذلك لا يدعى على الكافر بعينه وإن ظلم، يعني لا يدعى على الكافر بعينه، يعني لا يسمى بالدعاء، لا يسمى، النبي سماهم، إذا من اشتد له قد يسمى، من اشتد له سماه، قال الله فلان وسام صفان وفلان وفلان، كانوا يسمون بأعيانهم، يدعو عليهم ودعا على رعل وذكوان بأعيانهم لما قتل الغرة. في البخاري شو لفظه مختصر عشان نضيف. كذلك في مسلم أحسن الله في الصحيحين. نعم، في لفظ الحديث
أحسن عليكم. في رواية عند البخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. طيب، إذا تقول جمع معترضة ليس لك من شيء، نزلت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من المشركين في الصلاة والصحابة يؤمنون، بس يضاف إلى هذا جملة معترضة نزلت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بأعيانهم، على بعض المشركين بأعيانهم في صلاة الفجر والصحابة يؤمنون، بس وضفه جملة معترضة كذا لما نزل. نعم. وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة نزلت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بأعيانهم في صلاة الفجر والصحابة يؤمنون. وقد بيّن الله تعالى فيها أن الأمر بيده سبحانه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا كريما ليس له من الأمر شيء، فهو ليس إلها يعبد مع الله، لكنه نبي كريم يبلغ عن الله شرعه ودينه فيطاع ويتبع، وأما الأمر فكله بيد الله، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده بما يشاء وفق حكمته وعلمه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ بن عثيمين ذكر قال في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، قال: وفي آية الأنفال يختلف السياق هناك، قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا مسألة الاختيار، عشان الاختيار اختار. نعم. قال إن هذا مما يؤيد. نعم. صلى الله عليه. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قلتم أحسن الله إليكم: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يغفر لمن يشاء ويوفقه للتوبة، ويعذب من يشاء وفق حكمته البالغة سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، فهو سبحانه تعالى من أسمائه الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة. إيش هذا قوله ولله؟ قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يغفر لمن يشاء ويوفقه للتوبة، ويعذب من يشاء وفق حكمته البالغة سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: يا أيها لا هنا انتهى ثلاث الآيات من إيش؟ غزوة بدر، انتهى الأول لله من الآن، من هذا إلى آخر السورة نص جزء على الترتيب، وأخذنا نص جزء، كان الأصل أن نقف هنا، لكن من ما جاء ها؟ نعم، يكون إن شاء الله نكمل الآن، ويكون الثلاثة إذا جاءت نبدأ نرجع إلى سورة النبل ونأخذ على السورة، ثم نعود ونأخذ نصف جزء الباقي، يعني السورة طوال على نصف جزء، نصف جزء، وسورة قصيرة نأخذ كاملة، سورة النبل ثم بعد سورة الشعراء على سورة كلها نصف جزء فأقل، بعد سورة الفرقان أقل نصف جزء، سورة النور نصف جزء، سورة الأنبياء والحج كلها نصف جزء كلها. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلتم أحسن الله إليكم. وجه الله تعالى في هذه الآية النداء إلى المؤمنين، وخاطبهم باسم الإيمان ليكون أدعى للقبول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد خصوصا. اللهم صل وسلم.
امتثلوا وخذوا بهذا التوجيه، وهو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنهى الله عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، وذلك أنهم إذا كان الواحد منهم له على أخيه دين ثم حل الدين وطلب منه أن يقضيه دينه ولم يكن عنده وفاء، قال له إما أن تقضي وإما أن تربي. إما أن تقضي وإما أن تربي. أحسن الله إليك. إما أن تقضي دينك وإما نزيد عليك نزيد. فإن كان يستطيع الوفاء وفاه، وإن كان لا يستطيع زاده في الأجل وزاده هذا في الدين. قال بدل ما يكون ألف حل الآن نأجلك سنة ثانية، لكن يكون ألف، ألف وخمس أو ألف وأربعة وهكذا، يزيد هذا في الأجل ويزيد هذا في الدين. هذا كان يعمل أهل الجاهلية. ينفكتون الآية لبيان الحال، وليس المراد من الآية أنه لا أنه يجزع كل ربا إذا لم يكن ضاعف مضاعف، إذا لم يكن مضاعفا، لا، الربا لا يجزع كل سواء كان مضاعف أو غير مضاعف، لكن الآية فيها بيان ما يفعله أهل الجاهلية أنهم يكون الربا أضعافا مضاعفة. نعم. صلى الله عليكم. أخذهم من اليهود إيش؟ هذا العمل ممكن، ما قد يأخذونها، قد يأخذوها، وقد يكون اخترعهم عند أنفسهم. نعم. كان عندهم من البلاد. نعم. مشكلة ما يخفى عليهم، ما يحتاج يأخذونه من اليهود، كونه يزيد في الدين. نعم. نعم. واليهود معروفين بأكل الربا. نعم. نعم صحيح. وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه كما في آية النساء. نعم. صلى الله عليك. الآن يوجد ما يسمى الشرط الجزائي على التأخير في السداد. لا الله ما يدخل في هذا الشرط الجزائي، في كلام لأهل العلم. نعم. نعم. أحسن الله. الشرط الجزائي نعم. فنهى الله عن أكل الربا أضعاف مضاعفة، هو ما كان يعمله أهل الجاهلية، وذلك أنهم إذا كان الواحد منهم له على أخيه دين ثم حل الدين وطلب منه أن يقضيه دينه ولم يكن عنده وفاء، قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، وإما أن تربي، فإن كان يستطيع قضاه وإن لم يستطع القضاء زاد هذا في الأجل وزاد هذا في الدين وهكذا. زاده هذا وزاده هذا في الدين. زاد هذا فإن لم يكن، فإن لم يستطع، فإن لم يستطع زاد هذا، وإن لم يستطع القضاء زاد هذا في الأجل وزاده هذا في الدين. نعم. وهكذا. وليس المراد أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، وإنما المراد بيان الحال التي كان عليها أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وإلا فالربا لا يجوز أبدا حتى ولو لم يكن مضاعف، حتى ولو لم يكن أضعافا مضاعفة. وقوله واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية تقيكم، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله لكي تفلحوا، فمن اتقى الله فهو من المفلحين الذين حصلوا على الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال الله تعالى. نعم. الحافظ ابن حجر ذكر مناسبة ذكر هذه الآية هنا في كتاب العجاب في بيان الأسباب، قال أخرج أبو داود من طريق العجاب في إيش؟ في بيان الأسباب. هذا مؤلف الحافظ. نعم، في أسباب النزول، لكنه غير تام، فيه فقط من البقرة إلى النساء. قال أخرج أبو داود من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. قال فلبس لأمته وركب فرسه وتوجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومه وغضبا لهم
أو غضبا لله عز وجل، فقال بل غضبا لله ورسوله، قال فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. قلت ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد. قلت إيش؟ قلت ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا. حافظ ابن حجر، نعم. عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة. يعني كان يرانا في غزوة أحد أيضا الآية هذه، ليست في غزوة بدر. أحسن الله عليكم. سيأتي بقية الكلام يا زوت، وما محمد إلا رسول في ذلك، إلا رسول قد خلت من قبله، فإما تأوقتنا قتم على أعقابكم. أحسن الله عليكم. قال يعني يقول آية الربا يقول في جهة معترضة في وسط غزوة أحد، يعني كأن لا زالت الآيات الآتية كلها في غزوة أحد، وهذه في غزوة أحد كان يرى ما يراها ما أنها في غزوة أحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال المحقق في الحاشية: قلت لم يتضح لي كيف تنزل فيه فيترك الربا ويخرج إلى الجهاد مع أن الآيات بعد. قلت لم يتضح لي كيف تنزل فيه فيترك الربا ويخرج إلى الجهاد مع أن الآيات بعد انتهاء الوقعة. وأما الرأي الثاني فهو تخريج جيد. وأما إيش؟ وأما الرأي الثاني فهو تخريج جيد، لعله يقصد أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة. وكان القرطبي قد قال في الجامع: هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين في أثناء قصة أحد. قال ابن عطية: ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويا. إيش قال القرطبي؟ وكان القرطبي قد قال في الجامع: هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين في أثناء قصة أحد. قال ابن عطية: ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويا. ولم يقف الأستاذ محمد عزة دروزة على تخريج فقال في تفسيره: إن النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة في الآيات لا يبدو متصلا بشيء من ذلك. أقول: ويمكن القول أن مناسبة اقتضت الكلام على الربا فنزلت هذه الآيات عقب المعركة فوضعت في هذا المكان مراعاة للتسلسل الزمني، ثم نزلت الآيات التي تعالج آثار المعركة وهي آثار لا بد أنها امتدت زمنا فوضعت بعد المقطع السابق، ومن الواجب على المؤمن التأني في الحديث عن كتاب الله. هذا تعليق على نعم المحقق عبد الحكيم محمد الأنيس. طيب، هذا رأيي هذا في الحال. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قلتم أحسن الله إليكم: واتقوا النار أي احذروا النار، واتقوا أسباب دخولها من معصية الله ورسوله، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل. التي أعدت للكافرين. ثم قال الله تعالى: واتقوا النار أي احذروا النار، واتقوا أسباب دخولها من معصية الله ورسوله، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل. التي أعدت للكافرين أي هيئت وأرصدت للكافرين. ثم قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أمرهم بطاعة الله ورسوله، وأن ذلك من أسباب رحمة الله بهم. ثم قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة. نعم. كيف مرحلة مرحلة؟ يعني هذا بيان أحوال حال الجاهلية، أنهم يأكلون الربا ضعفا مضاعفا، ما في مراحل. نعم. هذه الآية تكون قبل آيات البقرة، النهي عن الربا، لا قبل ابن عاشور. الله أعلم، لكن
قد يكون بعدها وقد يكون بعدها، الله أعلم. مسألة يعني ترتيب. نعم، شوف هل ذكر المفسرون شيء بالترتيب بين الآيات؟ قال ابن عاشور في تفسيره: وقال القفال لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربا. لما إيش؟ لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربا، خيف أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا، وهذه مناسبة مستبعدة. وقال ابن عرفة: لما ذكر الله وعيد الكفار عقبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول العصاة، وذكر أحد صور العصيان وهي أكل الربا، وهو في ضعف ما قبله. وعندي بادئ ذي بدء أن لا حاجة إلى اضطراد المناسبة، فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورة كما بيناه في المقدمة الثامنة، فتكون هذه الآية نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا، ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام. ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن الربا في هذه السورة بعدما سبق من آيات سورة البقرة بما هو أوفى مما في هذه السورة، فالجواب أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة، فكانت هذه تمهيدا لتلك، ولم يكن النهي فيها بالغا ما في سورة البقرة. وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا، وأن ثقيفا قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع؟ ويكون وصف الربا بأضعافا مضاعفة نهيا عن الربا الفاحش، وسكت عما دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف. ثم نزلت الآية التي في سورة البقرة، ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمرابات عقب غزوة أحد، فنزل تحريم الربا في مدة نزول قصة تلك الغزوة. وتقدم الكلام على معنى أكل الربا وعلى معنى الربا ووجه تحريمه. طيب، يعني نقول تكون بعد آية البقرة. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يأمر الله تعالى كم الآية: والذين فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قلت محصل إليكم: يأمر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، وذلك بفعل الخيرات والمبادرة إلى القربات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأعظم أسباب المغفرة أداء الواجبات وترك المحرمات. وجنة عرضها السماوات والأرض، أي وسارعوا إلى دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قيل إن هذه الآية على ظاهرها، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وإن كان هذا عرضها فما الظن بطولها؟ فهو أعظم وأعظم. وإن كان أو إذا كان. نعم. وإذا كان هذا عرضها فما الظن بطولها؟ فهو أعظم وأعظم. نعم. وقيل إن الجنة عرضها كطولها، وأنها مستديرة ومقببة. والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء. نعم. كذا وكذا.
ويدل على هذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة، ولا يكون الوسط هو الأعلى إلا إذا كان مقبض كذا. وقيل بس وقيل إيه؟ وقيل إن الجنة عرضها كطولها وأنها مستديرة ومقببة، والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء. وهذا القول إن عرض الجنة وطولها سواء هو الظاهر. مش فعلا. وقوله أعدت للمتقين، لعلكم رجحتم أنه ظاهر. أعدت للمتقين إيش؟ وقوله أعدت للمتقين، أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين، أي الذين اتقوا الله. قبله وجنة عرضها السماوات والأرض إيش؟ أي وسارعوا إلى دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قيل إن هذه الآية على ظاهرها، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا كان هذا عرضها فما الظن بطولها فهو أعظم وأعظم. وقيل إن الجنة عرضها كطولها وأنها مستديرة ومقببة، والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء. وهذا القول أن عرض الجنة وطولها سواء هو الظاهر. ويدل عليه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وسقفه وفوقه عرش الرحمن. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت الحديث الصحيح ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا فردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها. نعم وفوقه عرش الرحمن. شوف لفظ الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. شوف القولان اللي عندك، الحافظ ذكر القولين في الطول والعرض. شوف كلام المفسرين في آية الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هنا عرض السماء، هناك كعرض، هنا عرض السماء. في صحيح البخاري: إن فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. طيب يكتب على لفظ الحديث: فسأل الله فسأله فإنه وصل الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإنه يسأل مثلا فإنه إيش؟ وصل الجنة وعلى الجنة كذا؟ نعم وفوقه عرش الرحمن. ولا يكون الفوق هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا، ولا يكون الوسط هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا. ولا يكون الوسط هو الأعلى، ولا يكون الوسط هو الأعلى هو الأعلى هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا. أو إذا بل إن الأفلاك كلها مستديرة، بل إن الأفلاك كلها مستديرة، بل إن الأفلاك نعم كلها مستديرة، السماوات والأراضين والجنة والنار. والكرسي كما قال لك الشيخ ابن تيمية: إلا العرش فإنه ثبت أن له قوائم. وأهل الكلام قالوا حتى العرش قالوا العرش مقبب مغلف للعالم، لكن ثبت في الصحيح أن له قوائم وأن
النبي قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أولهم فيه، فإذا موسى قائم آخر بقائمة من قبل العرش، إذن له قواعد خلافا لأهل الكلام، ويدل على أنها مستديرة قولتها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير تدوير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، في السماوات كلها والأرض كلها مستديرة ليست مستطيلة. شوف كلام المفسرين على القولين في عرض عرض الجنة. ها؟ هذا ترجيح الحافظ ابن كثير. إنه إيش؟ إنها مستديرة وإنها نعم. زاد يا شيخنا أن زاد أن قال أنها قبة تحت العرش. نعم. ابن كثير زاد قال أنها قبة تحت العرش. قبة. ما في شكل. بل سقف العرش، سقف العرش الفردوس أعلاها سقف العرش. نعم. نعم. كعرض السماء والأرض آية الحديث. إيش يعني؟ ما ما ينافي ما ينافي التدوير، ما ينافي أنها مدورة. والسماوات والأرض ليست مستطيلة أيضا، مقببة حتى السماوات والأرض. نعم. كوروا الليل على النهار وكوروا النهار الليل على السماوات والأرض ولا لا؟ تكوير كور، التكوير تدوير. نعم. شوف ترى كلام الحافظ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق. إيش وقد قيل؟ وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إيش هذا القولين الأول؟ القول الأول أحسن الله إليكم. أي كما وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، يعني أن العرض يعني أن الطول أن الطول يعني أطول من العرض، كعرض السماوات والأرض، أما طولها فهو أطول. وقد قيل إيش؟ أحسن الله إليكم. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه. قرطبي و بغوي ذكر القولين، أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال: وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات والأرض، كما قال في سورة الحديد: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي ساعتها، وإنما ذكر العرض على المبالغة.
لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه. وإنما ذكر، نعم، وإنما ذكر العرض على المبالغة، لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه. يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها؟ قال الزهري إنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا على التمثيل، لا أنها كالسماوات والأرض لا غير، معناه كعرض السماوات السبع والأراضين السبع عند ظنكم، عند ظنكم، نعم، كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني عند ظنكم، وإلا فهما زائلتان. وروي عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده أصحابه رضي الله عنهم، وقالوا أرأيتم قوله وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين؟ من القائل إيش؟ صلى الله عليكم. أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم وقالوا أرأيتم قوله وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة، ومعناه أنه حيث يشاء الله. هذه الرواية تخرجها عمر، قال أخرجه الطبري وأخرج ابن حبان عن ابن هريرة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض؟ ثم قال وراه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وقال هيثمي في المجمع، رواه البزار ورجال رجال الصحيح فقط. وانظر، أحسن الله لكم. قال أكما قال فإن قيل قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأراد بالذي وعدنا الجنة، فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها في السماوات والأرض؟ وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض كما أخبر، وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض كما أخبر. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ فقال وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل فأين هي؟ قال فوق السماوات السبع تحت العرش. وقال قتادة كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع. إيش؟ أحسن الله إليكم. الأخير. فنعم قال وقال قتادة كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع. نعم صحيح. ولا تبرز النار يوم القيامة، وبرز الجحيم والميرة، وتفجر الأنهار ثم تسجر فتكون جزءا من النار، نعوذ بالله. وبرزت الجحيم والميرة، تبرز تحت النار تحت أسفل، تبرز يوم القيامة، والجنة فوق أعلى سقف عرش الرحمن فوق السماوات، الجنة فوق السماوات والفردوس أعلاها وسقف عرش الرحمن، والنار بالأسفل تحت وتبرز يوم القيامة وتسجر البحار وتفجر وتكون جزءا من النار، نعوذ بالله. أحسن عليكم. البغوي القرطبي يعني ذكر كلاما ثم قال ونبه تعالى بالعرض على الطول، لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. نعم. ثم نقل قول الزهري. يعني هو ذكر أول شيء كلام، قال واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله، وهذا قول الجمهور، وذلك لا ينكر، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في قوله تعالى وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس
تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله، وهذا قول الجمهور، وذلك لا ينكر، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض. نعم. وقدرة الله أعظم من ذلك كله. وقال الكلبي: الجنان أربعة، يعني ثم ما وقيل هذا رشي القول من هذا سوى هو الم... اللي هو نعم قال الكلب قيل قبل هو المقرس وقيل إيش وهذا ولا ينكرون واختلف إيش واختلف قال واختلف العلماء في تأويله، يعني جنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم. قال: فقال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض. طيب. فذلك عرض الجنة. طيب. والقول الثاني أن عرضها وطولها سواء. قال: ثم ولا يعلم طولها إلا الله، وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور. نعم. يعني أن الطول أطول من العرض. يعني العرض عرف لكن طول لا يعلمه إلا الله. طيب. قال: فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله، وهذا قول الجمهور، وذلك لا ينكر. ثم ساق حديث أبي ذر. طيب. حديث ذر إيش؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض، وقدرة الله أعظم من ذلك كله. طيب. ثم قال: وقال الكلبي: الجنان أربعة، جنة عدن وجنة المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم. طيب. وكل جنة منها كعرض السماء والأرض، ولو وصل بعضها ببعض ولو وصل بعضها ببعض. طيب. في شيء إضافة؟ هذا ما فيها القول، يعني بقول المشهور. الآن نقف على هذا إن شاء الله. أحسن الله. الدرس القادم إن شاء الله ثلاثة، يمكن نبدأ بسورة الأنبياء إن جاءت، يكون هذا بعد إن شاء الله. وفق الله الجميع. إذا نقف عند وسارعوا. نعم. أحسن الله. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هدى. صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.